كنت كسبان 2-0، وبعد كده سألت الماتش كام كام، واحد قال لي 0-0 وهو كان 1-0 يعني للوداد. مش معنى كده يعني ان الاهلي خلاص او اهلي، لا الاهلي بعودنا دايما ان هو ماتش عادي خالص، هيرجع ياخد افريقيا تاني، هيرجع يتسيد البطولات تاني. الاهلي حطينا في حتة احنا ما كناش نصدق او نحلم ان احنا بيها يعني. كسبان 2-0، وبعد كده سألت الماتش كام كام، واحد قال لي 0-0 وهو كان 1-0 يعني للوداد. فطبعا يعني بعد الماتش طبعا كلنا كنا زعلانين جدا، اي مشجع او اي ابن النادي طبعا هيكون زعلان على فريقه. وعلى مش معنى كده يعني ان الاهلي خلاص او اهلي، لا الاهلي بعودنا دايما ان هو ماتش عادي خالص، هيرجع ياخد افريقيا تاني، هيرجع يتسيد البطولات تاني. الاهلي حطينا في حتة احنا ما كناش نصدق او نحلم ان احنا بيها يعني، وان شاء الله كل ده هيتعوض وهيبقى بطل افريقيا السنة الجاية واللي بعديها واللي بعديها ان شاء الله. It means a lot to me, this t-shirt actually. It means a lot, yeah.